مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج عبر الكتاب بنرحب بكل مداخلاتكم بنرحب أيضا بأسئلتكم احنا دي تاني تاني أسبوع هنتكلم فيه عن الكنيسة وإيه هي الكنيسة أنا عارف يمكن الموضوع ده في أسئلة كتير وفي اختلافات كتيرة حتى ما بين الطوايف لكن مع محبتي لكل الطوائف انا مش بتكلم من منطلق طائفه انا بتكلم من منطلق كلمه الله بوضح من كلمه الله يعني ايه كنيسه يعني ايه رساله الكنيسه يعني ايه التشبيهات اللي الرب قالها لنا في الكتاب المقدس اللي بتوصف لنا الكنيسه ايه رسالتها مين هم خدامها ايه هي الفرائض بتاعتها المفروض تقوم بيها اللي الرب فرضها على الكنيسه وامر الكنيسه انها تقدمها اسئله كتير و... 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 وممكن يكون في اختلافات كتيره لكن انا فعلا برحب بكل مداخلاتكم حتى لو كانت مختلفه مع اللي بنقدمه ولو عندك سؤال بخصوص اللي بيتقدم في الحلقه اشجعك جدا ان انت تتحاور وانه تتواصل معانا التليفونات موجوده على الشاشه ويساعدنا دايما آه نسمع صوتكم ومداخلاتكم ونتحاور معاكم او اي تعليق خاص بموضوع الكنيسه. قبل ما اتكلم عن الجزء الثاني النهارده آه في دراستنا عن الكنيسه حابب اقرا جزء من كلمه الله وده هيكون المدخل لدراستنا آه آه النهارده عن الكنيسه بحسب فكر الكتاب المقدس. في رساله بولس الرسول الى اهل افسس وفي الأصحاح الأول ابتداء من عدد 15 يقول رسول بولس: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والاعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمين عن يمينه في السماويات فوق كل رياسه وسلطان وقوه وسياده وكل اسم يسمى. ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل يبارك الرب لنا هذه الكلمة لحياتنا النهاردة نتكلم عن كلمنا الأسبوع اللي فات عن التعريف الكتابي للكنيسة وقلنا ان الكنيسه مش ممكن تكون مبنى لانه الله لم ياتي لكي يفدي مبنى الكنيسه هي شعب هي جماعه المؤمنين بكل بساطه هي شعب الله الذي قبل يسوع المسيح مخلصا الجماعه التي دعاها الله من العالم لتعرف المسيح وتختبر نعمه المسيح ويرسلها الله الى العالم لكي ما تقدم للعالم شخص يسوع المسيح الذي تمم الفداء والخلاص لاجل الخطاه. دي جماعه المؤمنين، دي الكنيسه. الكنيسه دي كانت زمان بتجتمع فين؟ مش هي المشكله. والمكان اللي بتجتمع فيه جماعه المؤمنين هو ده كان الكنيسه. كانت بتجتمع في البيوت فكان الكنيسه في البيت. كانوا بيجتمعوا في اماكن معينه آه آه بعد كده صارت هذه الاماكن هي اشاره الى تجمع المؤمنين هذه إيه الاماكن يشار اليها الكنيسه فالكنيسه لكن الكنيسه في نظر الله ليست مبنى، المبنى مهم انا مش بقول المبنى غير مهم، لكن المبنى ليس هو الغرض، الناس هي الغرض، الله لا ينظر الى مبنى في في النهارده في اوروبا مباني ضخمه عظيمه يعني فيها نوع من الانبهار لما الواحد يشوفها كاتدرائيات يعني اتصرف عليها ملايين وفيها ما من الفن والجمال وال... لكنها فاضيه ما نقدرش نقول عليها كنيسه ده مبنى لكن الكنيسه هي الجماعه اللي امنت بالرب يسوع اللي ممكن تكون في مكان اقل لكنها كنيسه اللي ممكن تكون في البيوت لكنها كنيسة اللي ممكن تكون في مبنى صغير لكنهم كنيسة جماعة المؤمنين هم دول الكنيسة وكلمنا كمان على أنه أساس الكنيسة الكنيسة مبنية أساسا على شخص الرب يسوع لأن الرب يسوع هو بان الكنيسة هو اللي قال كده على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها في متى 16 وكمان المسيح هو رأس الكنيسة فلا يوجد إنسان مهما كان نقدر نقول عليه أنه هو رأس الكنيسة أعتقد أنه إذا أعطينا هذا اللقب لإنسان نحن نكون قد سلبنا الرب يسوع حقه في أن يكون هو رأس الكنيسة فرأس الكنيسة هو شخص الرب يسوع في خدام متنوعين في مسؤوليات ربنا وزعها في مواهب الرب اعطاها للمؤمنين كل واحد بيخدم في هذا الجسد بحسب الموهبه التي اعطاها له الرب وبحسب الدعوه اللي الرب دعاه اليها لكن الراس لينا راس واحد هو شخص يسوع المسيح وكلمنا كمان عن الفرق ما بين الكنيسه العامه الكنيسه الغير منظوره اللي بتتكون من كل قبيلة من كل شعب من كل لسان جماعة المؤمنين اللي من أفريقيا ومن أوروبا ومن الشرق الأوسط دول جماعة المؤمنين اللي الله يعرفهم المختبرين نعمة المسيح وما بين الكنيسة المنظورة الكنيسة المحلية اللي ممكن يبقى فيها مؤمنين حقيقيين وممكن يبقى فيها زوان ممكن يبقى فيها حنطة وممكن يبقى فيها زوان النهارده نتكلم عن التشبيهات او الالقاب اللي الكتاب المقدس شبه بيها الكنيسه واعتقد التشبيهات دي كلها هدفها ان احنا نفهم يعني ايه كنيسه نفهم يعني ايه جماعه المؤمنين يعني ايه علاقتهم بالرب يسوع ويعني ايه علاقتهم ببعضهم البعض وايه هي رسالتهم وليه الرب اوجدهم في العالم يعني آه لاجل ماذا اوجد الرب الكنيسه في العالم. فنتكلم النهارده عن الجزء الثاني الكنيسه بحسب فكر الكتاب المقدس الجزء الثاني. او او خلينا احطها تحت عنوان اخر هو صور والقاب للكنيسه. طبعا في في صور كثيره جدا البعض يمكن بي بي بيضع هذه الصور في لستة ممكن تعدي أكثر من خمسين آآ آآ لقب أو خمسين صورة للكنيسة في الكتاب المقدس أنا مش أكلم عن كل هذه الصور وكل هذه التشبيهات الكثيرة لكن هاخد الأساسيات منها التشبيهات الأساسية اللي ممكن تساعدنا أكثر إن إحنا نفهم يعني إيه كنيسة الكنيسة أول تشبيه وأكبر تشبيه بنجده في الكتاب المقدس هي إن الكنيسة هي جسد المسيح. هي جسد المسيح. وكلنا عارفين الجسد، كلنا مكونين من من جسد وروح ونفس، فكلنا لنا أجساد وعارفين الجسد إزاي بيشتغل. وحتى لو مش عارف الجسد إزاي بيشتغل، على الأقل الجسد بيشتغل، ولما بيبقى فيه عضو مريض بعرف انه جسدي كله تعبان ولما بيبقى في عدم تواصل مع الراس لاي سبب من الاسباب بيبقى في خلل يعني اللي بيجي لهم يعني مرض مثلا ستروك في المخ بيأثر على بعض الخلايا اللي في المخ بتلاقي مثلا انه الحركه بتاعته اتغيرت بتجد انه طريقه الكلام بتاعه متغير بتجد انه ممكن السمع مراكز السمع والنظر اتغيرت بحسب بحسب تاثيره على اي نوع من الخلايا في المخ فده كله بياثر على على عمل الجسد بياثر على شغل الجسد فاحنا كلنا نقدر نفهم اللي متعلم والغير متعلم الصغير والكبير اللي درس يعني طب واللي درس هندسه يقدر يعرف اول لما الكتاب المقدس يقول انه الكنيسه هي جسد المسيح يقدر على طول يفهم يعني ايه جسد ويقدر على طول يعرف انه الجسد ازاي بيشتغل وان الجسد ليس مؤسسه يعني الجسد ليس هيئه من الهيئات الجسد عضو حي فعال بيتفاعل في اخذ وعطاء في تواصل مستمر ما بين الاعضاء وما بين الراس. لما نتكلم عن الجسد في حاجتين مهمين جدا بيكلمنا عنهم الكتاب المقدس لما يكلمنا عن الكنيسه انها جسد المسيح. اول حاجه بنقدر نبص عليها هي علاقه الجسد بالراس او علاقه الراس بالجسد. انه عندنا اعضاء كثيره في الجسد لكن عندنا راس واحد عندنا مخ واحد عندنا آه آه يعني السوفت وير او الهارد وير اللي جوه جسمنا ده واحد اللي بيشغل كل الـ 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 الجسم كل الاعضاء آه فـ فـ فهناك هناك تواصل تواصل ما بين الراس وما بين الجسد اعضاء الجسد فعلاقه الراس بالجسد دي مهمه جدا بيكلمنا عنها الكتاب ومهمة قوي ان احنا نفهم علاقه الرب يسوع بينا وعلاقتنا نحن بالرب يسوع شكلها ايه كمان الجسد في علاقة الأعضاء ببعض ما هو آآ آآ أنا ليا إيد ورجل وكبد وكلى ومصران غليظ وعين ودنين وإيدين يعني ففي في أعضاء مختلفة في الجسد مش كل الجسد عين ولا كل الجسد يد آه وعلى قد هذا التنوع على قد ما بيبقى جمال الجسد وعلى قد ما ان كل عضو في الجسد بيشتغل وبيقوم بوظيفته على قد ما الجسم فيه تناسق آه حركي وتناسق فكري وأكتف و و و و يعني فعال آه آه لكن لو 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 في اعضاء آه آه مقطوعه ولا مبطوره ولا ولا مريضه بيبقى فيه مشكلة في الجسد وكلنا بنقدر نروح للدكتور ونشوف ايه المشكلة ونقدر نعالجها. سوري <applause> فدي ده, ده ده التصور العام اللي لما الكتاب المقدس بيكلمني عن الكنيسة جسد المسيح هو عايزني أول حاجة آخد بالي من علاقة الجسد بالرأس وعايزني كمان آخد بالي من علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. هتكلم عن النقطتين دول بالتفصيل من آيات في الكتاب المقدس كتيرة جدا وهذه الايات هتلاقوها ايضا على الشاشه. اول حاجه علاقه الراس بالجسد. في هناك علاقه كلنا كنا بنشوف طبعا على شاشات التلفزيون ما لا ينبغي ان احنا كنا نشوفه وهو الدبح والقتل اللي كان بيقوم به اعضاء تنظيم داعش في قطعهم للرقاب ونحرهم للناس. او لما الـ 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 الواصل ما بين الراس والجسد بيتقطع الجسم كله او الانسان بيموت لكن هناك علاقه حيه ما بين الراس وما بين الجسد عشان كده الرب يسوع لكل المجد من خلال الروح القدس اعلن لنا هذه الحقيقه في اكثر من نص من نصوص العهد الجديد علشان نقدر نفهم يعني ايه علاقه المسيح بالكنيسه في رساله افسس في الجزء اللي احنا قريناه في المقدمه في رساله افسس وفي اصحاح واحد يقول لنا ايه؟ يقول لنا واخضع كل شيء تحت قدميه، الله الاب اعطى كل السلطان للابن واخضع كل شيء تحت قدميه. طب وبعدين واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه، يبقى المسيح هو ايه؟ رأس الكنيسة هو فوق كل شيء ومفيش حد أبدا في كنيسة المسيح يعلى فوق المسيح أبدا لا ياخد ألقابه ولا ياخد عمله ولا ياخد أهميته ولا ياخد المسيح هو موضوع العبادة المسيح هو موضوع التسبيح المسيح هو موضوع ذهابنا للكنيسة احنا مش رايحين الكنيسة ما بنروحش الكنيسة ولا بنجتمع مع بعض علشان آآ آآ نادي اجتماعي للاسف بعض الكنائس اصبحت الفكرة بتاعة الناس انها رح الكنيسة رايحين عشان نشوف فلان وفلان 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 رايحين عشان يبقى في آآ آآ تواصل ما بيننا وبين الناس اللي ايه بقالنا اسبوع ما شفناهمش الكنيسة ليست هذه ليست هذه الكنيسه دي تسميها اي حاجه تاني تسميها نادي اجتماعي تسميها علاقات اجتماعيه تسميها علاقه الناس بعضها ببعض لكن الكنيسه اللي يغيب عنها يسوع المسيح اللي ما يبقاش يسوع المسيح هو الغرض هو هو هدف عبادتنا وموضوع عبادتنا مش بس الهدف العباده لكنه موضوع العباده نحن نحن لا نتعبد لبشر ولا نتعبد لقديسين مهما كانوا لكن موضوع عبادتنا وتسبيحنا وموضوع ايضا سجودنا وركوعنا هو شخص يسوع المسيح وعشان كده دايما فكر لما تجتمع مع اخواتك المؤمنين في العباده انه موضوع العباده هو الرب يسوع هو راس الكنيسه هو راس الكنيسه و وللاسف حتى الايام دي ممكن تسمع وعظات كتيره في بعض الكنايس مع احترامي للكل نادرا ما تسمع اسم يسوع المسيح في الوعظه ممكن تسمع حاجات تانية لكنه ما تسمعش عن يسوع المسيح ممكن تسمع علم نفس في بعض الوعظات ممكن تسمع ازاي تبقى انسان ايجابي في بعض الوعظات لكن ما تسمعش عن يسوع المسيح الوعظه التي تخلو من يسوع المسيح كموضوع اساسي وكهدف لهذه الخدمه ما اعتقدش انها تمجد الله. الكنيسه راسها وموضوع عبادتها هو يسوع المسيح. هو يسوع المسيح ولو ما كانتش الكنيسه بتساعدك ان انت تنمو في علاقتك مع المسيح وبتساعدك ان انت تعرف المسيح اكثر واكثر انا عايز اقول لك ان انت ممكن تبقى في المكان الغلط. وولادك ممكن يبقوا في المكان الغلط الكنيسه هي الجماعه اللي كل شغلها الشاغل هو شخص المسيح راس الكنيسه احنا بنرنم لان المسيح هو موضوع ترنمنا احنا بنقرا الكتاب علشان نعرف المسيح لأن عشان نعرف عنه، نعرف عن أعماله، نعرف عن حتى النبوات اللي في العهد القديم، نعرف عن خلاصه، نعرف عن ما صنعوا وما أيضا يصنعوا الآن، وما سوف يصنعوا في المستقبل، نعرف ده كله. وعشان كده المهم جدا لينا دايما الكنيسة هي المكان اللي فيه تواصل ما بين الأعضاء والرأس. واللي فيه الله بيحضر الرب يسوع بيحضر بالروح القدس لكي ما يأخذ مكانه الحقيقي ممجدا ومسبحا في وسط شعبه أفتكر أنه في فيديو للآب سمعان كان بيقول قد إن المسيح ضاع وسط القديسين فقد مكانته ودي أكبر خطوره ده لما كنيسة أفسس في سفر الرؤيا في أصحاح اتنين من سفر الرؤيا فترة محبتها مش ما المحبة بتاعتها ما بقتش زي المحبة الأولى الرب يسوع قال له قال لهم انظر من أين سقطت وتب ارجع إلى محبتك الأولى وعشان كده الوصية الأولى والعظمى اللي في العهد القديم وفي العهد الجديد هي ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل ايه؟ قدرتك. هي محبه الرب. والكنيسه اللي ما تدفعنيش الى محبه الرب اللي ما تدفعنيش الى حياه القداسه اللي ما تدفعنيش الى انه يكون المسيح هو متقدما في كل شيء في حياتي انا كشخص يبقى انا في المكان الغلط. يبقى في حاجه غلط. عشان كده يقول ايه؟ وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده، يبقى الكنيسه هي جسد المسيح، ملء الذي يملأ ايه؟ الكل في الكل. المسيح هو رأس الكنيسه، كمان يقول لنا ايه؟ في كلوسي واحد لما يتكلم عن عظمه شخص الرب يسوع. عظمة شخص الرب يسوع الذي هو قبل كل شيء مسيح قبل كل شيء هو أزلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان هنا يقول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس إيه أنا عايزك تقولها معايا عزيزي المشاهد وهو رأس الكنيسة رأس الجسد جماعة المؤمنين الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء وده ده ده غرض الآب أن يسوع المسيح الإبن الذي أعطى ذاته من أجلنا أن يكون هو متقدما في كل شيء يعني إيه متقدما في كل شيء يعني كل ما نصنعه وكل ما نقدمه من عبادة وتسبيح وحتى سمعنا للكلمه يكون الرب يسوع هو الغرض والهدف حتى لما بحط ايدي في جيبي وبقدم في الكنيسه حتى لما بقدم خدمه في الكنيسه حتى لما بيبقى لي دور في كنيسه المسيح انه رب لابد ان يكون المسيح متقدما بمعنى انه انت مش شايف غيره هو الاول والاخر هو البدايه والنهايه. على فكره الرب الهنا اله غيور وقال كده في العهد القديم في اشعياء 42 انه مجده لا يعطي لاخر. وانه المكان اللي مش بيبقى فيه المسيح متقدم المسيح بيتركه. ما بيبقاش موجود فيه. عشان كده يقول الكتاب لكي يكون هو متقدما فين؟ في كل شيء. كمان يقول لنا في كلوسي 2 وعدد 19 اللي هو الراس الذي منه كل الجسد مفصل يبقى الراس كل الجسد منه كويس مفصل وروبوت و و بما سوري كل جسد بمفاصل وروبوت متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله يعني كل الجسد مرتبط بعض مع بعض بس اللي رابط الجسد مع بعض هو ايه هو الراس هو ال الاشاره بتيجي من الراس لليد للكبد لل 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 للبنكرياس للرجلين كل دي الاشارات والاوامر بتيجي من الراس للجسد تخيلوا بقى لو 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 كل واحد من اعضاء الجسد حب انه يشتغل دون ان يكون له علاقه بالرأس. هتلاقي الرجل بتمشي يمين ورجل بتمشي شمال، هتلاقي عين آآ آآ يعني مقفوله وعين مفتوحه، هتلاقي تلاقي الجسد كله ما بقاش جسد، بقي منظره قبيح. وما بقاش ليه حياه. ما بقاش فيه حياه. فالراس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متواذرا ومقترنا ينمو نموا من الله اللي بينمي الجسد اللي بينمي الكنيسه هو شخص المسيح فالكنيسه من من خلال التشبيه الكتابي ان الكنيسه جسد بنعرف ان الكنيسه ليست مؤسسه اوعى تفكر ان الكنيسه مؤسسه يوم ما نفكر ان الكنيسه اصبحت مؤسسه يوم ما تبقى الكنيسه مش كنيسه بيس. كنيسة كائن حي زي الجسد الكائن الحي عشان كده سر وجود وحياة هذا الجسد هو ارتباطه بالرأس دي حقيقة الرأس هو الذي يقود ويرشد ويحرك كل عضو كنيسة الحقيقية اللي بتتمم مشيئة الله كنيسة بتعرف تتحرك بحسب فكر الله وبحسب مشيئة الله وبحسب اللي معلن في الكلمة المقدسة الرأس السري الحياة والإسمار الكنيسة هي جسد المسيح الذي يتمم خدمة المسيح وإرسالية وارساليته على الارض احنا كمؤمنين موجودين على الارض كجسد يسوع المسيح وزي ما كان يسوع يقول يصنع خيرا يشفي يعلم يقيم الكنيسة النهاردة عليها انها تقول تصنع خيرا تشفي تعلم تعدد تسند أوقات كثيرة للأسف الكنيسة أصبحت النهاردة عائق أكتر من أنها مساعد أصبحنا نضع على الناس أحمال إحنا نفسينا كخدام ما بنقدرش نحركها زي ما قال الرب يسوع عن الفريسيين الكنيسة هي جسد المسيح شوفوا قد إيه يسوع المسيح كان جذاب في حياته آه كان في ناس لما بتسمع كلامه بتختاز لكن الرب يسوع كان جذاب في حياته كان كل من ليس له مأوى وكل ما هو مرفوض وكل من هو منبوذ وكل ما هو محتقر وكل من ليس له مكانة كان يجد مكانته عند المسيح الأبرص اللي بيبقى مرفوض من الناس كان بيقترب للرب يسوع اللي عليه أرواح شريرة كان يقترب للرب يسوع من أجل الشفاء الجموع اللي اللي كان بيتحنن عليها كأنها قطيع بلا راعي كان يشفق عليهم هل فعلا كنيسة النهارده وأنا بتكلم لنفسي وبتكلم بعيدا عن طائفية نهائي هل الكنيسة فعلا النهاردة لها قلب يسوع نحو العالم لها قلب يسوع نحو الخطاة لها قلب يسوع نحو المحتاجين لها قلب يسوع نحو الخدمة وأنها تعطي ذاتها من أجل العالم ولا الكنيسه النهاردة أصبحت مؤسسة هيئة تستغل الناس للربح للمكسب تهتم بمباني وتهتم ببناء مظاهر للعباده ضخمه وتترك الانسان في احتياجه. ايهما ايهما اهم؟ لو انا عندي النهارده لو انا النهارده عندي مبلغ من المال وعندي احتياج للناس وعندي احتياج لمبنى ايهما اهم؟ في نظر المسيح ايهما اهم؟ لو الرب يسوع موجود كان هيعمل ايه؟ لو الرب يسوع موجود كان هيعمل ايه؟ واجبات الكنيسه نحو الراس، الكنيسه عندها زي ما قلت واجب نحو الراس وهذا الواجب هو في كلمه الخضوع تخضع اه لو الجسد رفض ان يخضع للراس يقول واخضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل واخضع ينبغي ان نخضع اولا كمؤمنين للمسيح ينبغي ان نخضع اولا كخدام للمسيح فتخضع الكنيسه للمسيح يكون هو يعني مجدي ورافع راسي شخص الرب يكون هو متقدما في كل شيء شوفوا كل ما نصنعه وكل ما نقدمه ان لم يكن لمجد المسيح لمجد المسيح نقطه ما فيش حاجه تاني كل ده مرفوض عند الرب مهما كان عشان كده الرب يسوع قال كاس ماء بارد باسمي حاجه صغيره قوي إذا قدمت باسم المسيح فهي لها قيمة جدا عند المسيح عشان كده بكلم نفسي وبكلم حتى كل الخدام اللي مهما كانت الخدمة اللي أنت بتقدمها أو اللي أنت بتقوم بيها في الكنيسة خلونا كلنا فعلا يبقى عندنا هذه الرغبة وهذا الشوق إنه ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص ينبغي إنه مجد المسيح يبقى هو الأول والآخر يبقى كل ما نصنعه هو لمجد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ده بالنسبة لعلاقة الجسد بالرأس هختم بجزء مهم هنا في التشبيه المسيح تشويه الكتاب المقدس للكنيسه على انها جسد بعلاقه المؤمنين ببعض والكتاب المقدس حطها باسلوب جميل جدا عشان يشرح لنا يعني بصوره مقربه فكره ان احنا زي اعضاء في جسد واحد لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة كل جسد واحد لكن في اعضاء كثيره، وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيره هي جسد واحد، مهما كان عدد الاعضاء اللي عندي دي كلها، لكنها بتكون كيان واحد، بتكون جسد واحد، مش بتكون اكثر من جسد. كذلك المسيح ايضا ان قالت الرجل لاني لست يدا لست من الجسد، يعني لو رجل بقى ايه تمردت قالت بما انه انا مش زي اليد انا جو مش جزء من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد وإن قالت الأذن لأني لست عيناً لست من الجسد كويس لو كان كل الجسد عيناً تخيلوا معايا لو 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 شفتوا كده إنسان كل جسده هو عين أعتقد ده ممكن يبقى زي شبح أكتر يعني مخيف إنسان مرعب للناس أكتر من إنه إنسان جذاب لو كان كل الجسد عينا فأين السمع لو كان الكل سمعا فأين الشم وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك أو الرأس أيضا لرجلين لا حاجة لي إليكما وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا في في أعضاء ظهرين آه وفي أعضاء من الزهرة بس هل الاعضاء اللي مش في جسدي اقل كرامه من الاعضاء اللي, اللي هي ظاهره؟ يعني مثلا دايما دايما اضحك و... و... مع البعض واقول لهم العباره دي، دايما لما تشوف واحد مثلا عينه حلوه او او شعره مثلا حلو يعني انا ش... الحمد لله انا شلت الشعر عشان ما حدش يتكلم كتير، لكن لما تلاقي مثلا شخص في مثلا تقطيع وجهه او عينه حلوه تقول تقول تمدحه صح؟ يعني يعني عينك جميله آه شعرك غزير و... مهما كان في مدح بيبقى للاعضاء ايه؟ للاعضاء الظاهره في مدح. طب هل حل... هل عمركم قلتوا لحد كليتك حلوه؟ او مصرانك حلو؟ آه يعني حتى الشكل بتاعه اللي جوه شكله مش جذاب، لكن هل اقدر اعيش من غير هذا العضو؟ لا هو وان كان مخفي وان كان بيشتغل في الخفاء وان كان مش ظاهر في الجسد زي الاعضاء اللي هي العين واليد والودن والشعر والرجلين والو لو ما كانش ظاهر في الجسد لكنه مهم جدا في الجسد. ليه اهميه عظيمه في جسد يسوع المسيح. اوقات كثيرة بنبص على الناس اللي بتخدم في الكنيسه خدمات ظاهره. وهي وكان الكنيسه هي بس مجموعه الخدام دول لا ده في ناس تانية في ناس مهمه جدا في جسد المسيح بتخدم وملهاش يعني صوره ظاهره في ناس بتتصل بناس وتسال عليها في ناس بتطلع وتزور في مستشفيات كل ده مهم جدا في جسد المسيح طيب خلونا ناخد مكالمه من ابن المسيح الو ايوه سلام المسيح معاك سلام المسيح اهلا بيك ربي يباركك ربي يباركك الحقيقه النعمه التي التي تنسكب على على لسانك جميله جدا ربنا يخليك ربنا حمس الحقيقه حمستني معاك في كلمه سحريه ماجيك ماجيك ورد انت حضرتك هو يجب ان يكون المسيح متقدما في كل شيء yeah. والا لا يبارك هذه لازم كل الاخوه المؤمنين يفهموها mm. المسيح يجب ان يكون متقدما في كل شيء صح. وان يعطى له الاولويه في كل شيء صح. ودائما عبر كل حياه المسيح على الارض وعبر كل اختباراتنا معاه كان كان يظهر انه يجب ان يكون متقدما في شيء، اما فيما يتعلق بالكنيسه في هذه الايام اسمح اقول انه كل الخدمات صحيح انه الكنيسه هي في تراجع ونحن نعلم انها في عصر لودوكية حيث المحبه قد فترت اليوغورم والى لكن المسيح اعطانا مثل واضح جدا واضح جدا عن الخدمة التي يجب أن تكون والتي يجب أن تقدر والتي يفتح لها المسيح الباب لاستقباله كعريس مم. وهي العذارة اللواتي كنا عندهن حكمت. الروح الزيت في آنيتهن وهي الخدمة بالروح كل خدمة لا لا كل خدمة إن كانت كبيرة أو صغيرة تعمل بالروح القدس نحن لا شيء فينا صح. لا شيء منا نحن صح. ناخذ منه ونعطي صح. من تعب نفسه يرى مم. ويشبع مم. وان كان اي خدمه للمسيح يجب ان تكون عبر روحه القدوس والا لا تكن يعني ان كان احد يبني على يبني عليه عشبا او قشا او او مم. فسيحترق أما هو فسيخلص ولكن كما بنار اما ان بنى عليه احد ذهبا, ذهباً وفضه وحجاره كريمه فهذه خدمه بالروح ويجب ان تنبه حدثك على كل الاخوه المؤمنين حاليا ان تكون م. الخدمه بالروح امين استشيروا الرب اسالوا الرب بالتأكيد وخلوا الروح بداخلكم يستيقظ ويحيا ويستنير ويقوم وهو الذي يقوم بالخدمات وعندها ستبارك الكنيسه وتتمسك وتتمسك ربنا امين امين شكرا لك ربنا يباركك الرب يباركك ابن المسيح فعلا دي نقطة مهمة جدا عشان كده المسيح قال له كل المجد قال للتلاميذ لا تبرحوا حتى يأتي موعد الآب حتى يأتي الروح القدس ولما الروح القدس يحل عليكم تنالون قوة وتكونون لي شهودا وده اللي حصل فعلا انه التلاميذ كان كل خدمتهم بقوة الروح القدس وده اللي قاله رب يسوع بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا خلونا نطلع فاصل ونيجي نكمل بقية التشبيهات او الالقاب الخاصة بالكنيسة آه آه في برنامج عبر الكتاب واحنا بنتكلم عن الكنيسه وتكلمنا في الجزء الاولاني من البرنامج عن آه الكنيسه كجسد يسوع المسيح وانه ازاي هذا الجسد كل غرضه وكل هدفه انه يجعل المسيح متقدما في كل شيء ففي كل خدماتنا وفي كل ما نقدمه ونصنعه ونقوم به من خدمات لابد أن يكون المسيح متقدما ولابد الخدمه تعمل بروح الله وبقياده الروح القدس. فكلمنا عن الجسد، كلمنا عن الكنيسه كجسد وشفنا علاقه الجسد بالراس شكلها ايه، وشفنا ايضا علاقه الاعضاء بعضهم ببعض عشان كده مهم جدا انه الكنيسه يبقى فيها دفء هذه الاسره. يعني اللي يمكن 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 احنا جينا من خلفيات مسيحيه ما حسيناش باهميه جماعه المؤمنين زي ما اللي يجي من خلفيه غير مسيحيه وينظر الى اهميه جماعه المؤمنين يعني يعني انا 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 اتكلم عن نفسي مثلا انا اتربيت في الكنيسه، نميت في الكنيسه، عرفت الرب في الكنيسه لما قبلت الرب يسوع اتغيرت من جوه لكنه ما خسرتش عايز اقول انه ما زال ابويا وامي واخواتي وعيلتي واصحابي ما زالوا موجودين لكن لكن اللي جاي من خلفيه غير مسيحيه ولما بيقبل الرب يسوع الاخوه العابرين مثلا اللي بياتوا من خلفيه اسلاميه ولما بيقبلوا الرب يسوع واللي بيترك بيته واللي بيترك اسرته واللي ابوه وامه بيطردوه بره البيت واللي اخواته بي يعني بينكروا واللي بيخسر أصحابه واللي بيتعرض لمتاعب وألام هنا, هنا هنا بيجد انه اه انقطع من من اسره لكنه هناك اسره اخرى ربنا جهزها له وهي دي الكنيسه وعشان كده اه احنا اوقات كتيرة مشكلتنا ان احنا ما بنبقاش مستعدين لقبول هؤلاء معانا والاهتمام بيهم للأسف الشديد حتى في كنايسنا اللي بقالها سنين في العالم العربي النهاردة محتاجين ان الرب يعمل في حياتنا وفي توجهاتنا علشان نكون يعني زي ما قال الرب يسوع انه كل من ترك أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو بيتاً إلى آخره، أنه يرد له أنه هناك جسد آخر، الرب يسوع أن كان الإنسان ده قبل المسيح وانقطع من عيلته الجسدية، لكن هناك عيلة روحية أخرى الرب عوضه بيها، دي اللي بتكون سنده، دي اللي بتكون عشان كده لما نقرأ فأعمال الرسل عن الكنيسه الاولى، وانه كان كل شيء بينهم مشترك، وكانوا يعني بيعضدوا بعض ويسندوا بعض ويشجعوا بعض ويبنوا بعض في الايمان ويصلوا مع بعض ويخدموا مع بعض، هي دي الكنيسه اللي الرب النهارده بيشتاق انه يراها فتفرح يفرح قلبه بها. التشبيه الثاني للكنيسه في الكتاب المقدس هو تشبيه الكنيسه بهيكل الله يعني احنا يمكن لو رجعنا العهد القديم شويه نقدر نفهم يعني ايه هيكل الله نقدر نفهم انه هذا الهيكل ازاي مكون من حجاره لكن هذا الهيكل له حجر الاساس الحجر الاساسي اللي بيقام عليه كل البناء اذا اذا هذا الحجر مش موجود البناء كله يسقط كويس ف وكمان المبنى ده مكون من حجاره اخرى موجوده مبنيه على اساس الحجر الزاويه الذي وضع. نشوف الكلام ده بيقوله لنا الكتاب المقدس في بطرس الاولى 2 من عدد اربعه الى عدد سته يقول لنا ايه؟ الذي استاتون اليه نحن ناتي للرب يسوع. كويس؟ ناتي اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس رب يسوع رفض من الناس كويس ويقول الكتاب الى خاصة جاء وخاصته لم تقبلوا ولكن مختار من الله كريم كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا ايه بيتا ماديا لا بيتا روحيا يبقى المؤمن كل مؤمن هو حجر حي في هذا البناء زي ما كل مؤمن عضو حي في الجسد كل مؤمن ايضا بالمسيح هو حجر حي في هذا البناء اللي هو هيكل الله يقول كده عنه مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا كهنوتا ايه؟ مقدسا ولتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح كانه بيقول اوعى تفكر اوعى تفكر ان انت تكمله للقديم احنا مش تكمله للقديم ولا تكملة لهيكل سليمان ولا تكملة للهيكل اللي بناه الشعب إسرائيل بعد الرجوع من السبي وكبروا وعظموا وبناه بطريقة ضخمة قوي هيرودس الملك احنا, احنا, احنا مختلفين الهيكل القديم كانت تقدم فيه ذبائح مادية كانت تقدم فيه عجول ودم تيوس وعجول المذبح الهيكل القديم كان في كهنه وكان في رئيس كهنه لكن المسبح الجديد او الهيكل الجديد ده هيكل روحي والمؤمنين فيه هم حجاره روحيه والكهنوت اللي فيه كهنوت مقدس اتغسل بدم المسيح كل واحد يقدر يدخل الى قدس الاقداس ويكون له علاقه حيه بالرب يسوع والذبائح التي تقدم هي ذبائح روحيه ذبائح المجد والتسبيح والإكرام والخدمة والعبادة للرب يسوع المسيح له كل المجد الذي قدم نفسه من أجلنا على عود الصليب هذه الذبائح مقبولة عند الله بمين؟ بيسوع المسيح زي ما قلت هو غيتنا هو موضوع صلواتنا هو أيضا الوسيط اللي بيننا وبين الله هو رئيس الكهنة هو الذبيحة التي قدمت لأجلنا مرة وإلى الأبد فاحنا اصبحنا كمؤمنين هيكل مقدس والهيكل كان زمان الله يعلن حضوره فيه يعني يمكن لما سليمان صلى وجات سحابه وامتلا المكان من من مجد الله ده كان اعلان لحضور الله الله, الله لا يسكن في هياكل مصنوعة من حجارة لكن المؤمنين جماعة المؤمنين هم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم كويس دي نقطه مهمه جدا كمان يقول لنا في افسس 2 وفي عدد 20 الى 22 يقول لي مبنيين على اساس الرسل والانبياء كتعليم من حيث التعليم الرسل والانبياء اللي عاشوا مع الرب يسوع واللي الرب يسوع اعطاهم السلطان ان هم يكونوا ايضا بيكتبوا لنا الوحي العهد الجديد كلمة الرب وبعدين ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية يبقى الحجر الزاوية في هذا البناء هو مين شخص يسوع المسيح ده حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا يعني عايز اقول انه الحجر ده لو مش موجود يبقى كل البناء مفكك حجر الزاوية ده لو مش موجود يبقى كل البناء مفكك يبقى قابل للسقوط كويس عشان كده الكنيسة اللي بتنزع المسيح والكنيسة اللي بتاخد مجد المسيح والكنيسة اللي مش بتعطي المسيح أن يكون متقدم في كل شيء كأنها بتعمل إيه؟ بتشيل الحجر دون بتشيل حجر الزاوية ده وبدل ما يبقى المسيح بتحط أشخاص وبدل ما يبقى المسيح يبقى قدسين مثلا وبدل ما يبقى المسيح يبقى أمور أخرى ها؟ وبدل ما يبقى المسيح يبقى نادي اجتماعي رحيم النادي المسيح هو حجر الزاويه الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح المؤمن كفرد ابن الرب يسوع هو هيكل لله وروح الله ساكن فيه بالجسد كويس لانه لما بقبل المسيح الرب بيسكن فيا بروح القدوس كجماعة المؤمنين لما ببقى مع مجموعة المؤمنين لما بنبقى الكنيسة بتاعة الرب يسوع الرب يسوع أيضا بيسكن فينا بروح القدوس فبنبقى أيضا هيكل هيكل لقدام العالم بنبقى لخدمة المسيح ويقول أيضا في كلوسي أصحاح واحد وعدد 17 إلى عدد 18 يقول لهم إيه أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الله جسدكم هو هيكل الله وعلى فكرة ناس كثيرة تقعد تسألني تقول لي دايما دايما مثلا فكرهم السجاير سجاير حلال ولا حرام مش عارف ايه ويسألوا على الأسئلة دي أعتقد الإجابة بنلاقيها في الجزء ده يعني الاجابه على الاسئله دي بنجدها في الجزء ده انه اي حاجه تفسد هذا الجسد الرب اعطاني جسدي عايز اقول لكم يعني حتى حتى التكاسل، حتى عدم الاهتمام بالجسد، حتى الاكل الكتير، حتى الشراهه في الاكل مثلا، حتى الشراهه في شرب المواد الغازيه اللي ممكن تدمر احنا مسؤولين عن اجسادنا والرب اعطانا هذا الجسد ليكون لمجده ولخدمته فعلى قد ما اقدر ان انا اهتم بالجسد جميل جدا ان انا اهتم بجسد يسوع المسيح الجسد اللي ادهوني الرب يسوع علشان كل ما ابقى فعال ونشيط واقدر اخدم اكثر واقدر اتحرك اكثر ويقدر الرب ايضا يصنع بي امور اكثر واكثر ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وانكم لستم لانفسكم ودي الايه دي جميله جدا انه احنا مش لانفسنا ولا شعرنا ناكل ونشرب لاننا غدا نموت امال ايه شعرنا كمؤمنين شعرنا كمؤمنين ان عشت فللرب اعيش وان مت فللرب اموت ان عشت وان مت فللرب نحن شعرنا كمؤمنين هو نفس الشعار اللي قال عنه الرسول بولس ايضا انه مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا ده شعارنا انه الحياه التي نحياها لا نحياها لاجل انفسنا لكن نحياها لاجل المسيح فإن كنت طبيب وإن كنت مهندس إن كنت أسيس إن كنت خادم إن كنت مرسل إن كنت مدرس إن كنت رب بيت إن كنت معلمة في مدرسة كل ما أعطانا إياه الرب من وزنات ومن عطايا ومن خدمات نقدر نقدمها للمجتمع لابد أن نقدمها بفكر واحد وهو أنه ينبغي أن ذاك يزيد لمجد المسيح لمجد المسيح لأنكم قد اشتريتم بثمن وهنا بيقدم لي السبب ليه بقى أنا لست لنفسي لأنه الدفع فيه ثمن العبد اللي بيدفع فيه سيده الثمن بيبقى ملك لسيدو وأنا الرب دفع فيه ثمن غالي وهو دم يسوع المسيح لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله عشان كده الهدف إن احنا نمجد الله في أجسادنا ونمجد الله فين في أرواحنا الجسد مهم لا تهمل جسدك لأن الجسد عطية من الرب كويس فأنا أهتم بجسدي علشان أقدر أخدم الرب ونهتم ايضا بحياتي الروحيه علشان بجسدي وبروحي اقدر اخدم الرب. في كل ما اصنع اجعله متقدما في كل شيء فنحن هيكل الله. في هذا الهيكل بقى يسوع المسيح زي ما قلت هو حجر الزاويه. في الهيكل ده يسوع المسيح هو حجر الزاويه. هو البناء هو اللي قال كده مش انا اللي بقول كده. هو اللي قال ابني كنيستي، يبقى مين اللي هيبني الكنيسه؟ هو. يبقى وعلى اي اساس هتبنى الكنيسه؟ على اساس الايمان بيسوع المسيح على انه هو ابن الله الحي. انت هو المسيح ابن الله الحي. فاللي هو حجر الزاويه هو اساس الكنيسه. زي ما اتكلمنا ان هو ايضا راس الكنيسه هو اساس الكنيسه. هيكل الله حيث يسكن الله ويعلن مجده فيه. وده يمكن خليني اسال سؤال كم مره بتروح الكنيسه تشعر بحضور الله؟ طبعا حضور الله مش مجرد شعور بس بس فعلا بتشعر ان المكان ده مختلف. في الله حاضر وسط هذه الجماعه. حيث يسكن الله ويعلن مجده ما هو الله لو ساكن في الأفراد هيبقى ساكن في وسط الأفراد ووسط الكنيسة لكن الله لو مش ساكن في الأفراد وهم لهم سورة التقوى لهم اسم أنهم أحياء لكنهم أموات زي ما بيكلم الرب في سفر الرؤيا ولا دول مجموعة من المؤمنين الإسميين اللي بيروحوا الكنيسه لمجرد تاديه واجب او لمجرد بس عشان القسيس ما يتصلش بيهم ويقول لهم انتوا كنتوا فين او بيروحوا الكنيسه علشان يكملوا بعض البيزنس بتاعهم انه هقابل فلان وعندي بيزنس مع فلان وعندي بيزنس مع علان وما بيروحوش الكنيسه عشان يعبدوا الرب الله مش هيكون موجود في هذا المكان ده مش كلامي ده مش كلامي خلونا ناخد مداخلة أخرى الاخ حسين من الاردن الو مساء الخير مساء النور اخوي اهلا بيك اهلا بيك ايوه اهلا بيك معكم في البرنامج اهلا وسهلا بحضرتك بنرحب بيك اهلا وسهلا استاذ اشرف ااا انا قرات عندك امور في الكنيسه يعني في عبر الكتاب حاب استفسر عن عده امور ايوه بالنسبه للكنيسه شو خلال التماثيل خلال التماثيل الاشكال والمجسمات هل عندكم شيء شوف اشكرك اولا اخي على تليفونك حاضر هجاوبك على السؤال بتاع حضرتك بكل تاكيد طب. آه. آه. آه أولًا أولًا الرب يسوع والكتاب المقدس آه هو بيسألني عن تماثيل وأشكال في الكنيسة و... وهل هل ال... الناس اللي في الكنيسة بتعبد التماثيل؟ هو آه ده موضوع آه مهم جدًا أولًا الكتاب المقدس علمني والرب علمني وقال لي آية مهمة جدًا وتعتبر أول وصية من الوصايا العشر. قال لي لا تصنع لك تمثالا منحوتا. ما ينفعش ان انا اصنع تمثال لله. كويس؟ وما ينفعش ان انا يعني اتبارك بهذا التمثال. وعلى فكره للاسف ده بيحصل في بعض الاماكن انه ممكن تلاقي لعدم المعرفه او للجهل للاسف وبلوم مش بلوم مش بلوم الناس اللي بتعمل كده انا بلوم الخدام اللي, اللي لانه اعمى يقود اعمى يسقطان كلاهما في الحفره بقود بلوم الناس اللي مش بتعلم التعليم الكتابي عن هذه المواضيع وبتلاقيه بيروح الكنيسه لمجرد ان هو مثلا يلمس صوره او يلمس تمثال وكانه تبارك من خلال هذه الامور لو جينا للكتاب المقدس وشفنا الكنيسة، الكنيسة الأولى لم يكن فيها هذه الأمور نهائي نهائي. الكنيسة الأولى كان كلها جماعة المؤمنين حضور الله. والله موجود في وسط شعبه وكل الكل مسبي والكل عينه على شخص المسيح مش على حاجة تانية. يمكن مع الوقت بقى اتحطت بعض الصور وبدات بعض الايقونات اللي على تاريخ الكنيسه، انا ما عنديش مشكله مع وجود بعض الايقونات اللي تدل على الرموز المسيحيه على مدار الكنيسه، لكن المشكله الكبيره ان ممكن الناس بجهل وده بقوله لك اخويا حسين ان هم بيعملوا بجهل وليس بمعرفه حقيقيه، لان هم بيصنعوا بجهل وهذه الممارسات هي ممارسات تعود على شعب الرب بالعقاب الالهي. بالعقاب الالهي، لكن الكنيسه جماعه المؤمنين الحقيقيين عينهم على شخص المسيح، لا يوجد تماثيل ولا يوجد اشياء اخرى، لكن كل ما عندهم هو كلمه الله وشخص يسوع المسيح، الكلمه المكتوبه والكلمه المتجسد شخص يسوع المسيح. آه الهيكل دوان زي ما أقول إحنا بنتكلم عن هيكل روحي عشان كده أخويا حسين نفسي إن أنت تبقى معايا في الجزء ده إحنا مش بنتكلم على هياكل مصنوعة بيد بنتكلم على هيكل روحي بمعنى جماعة المؤمنين هيكل مبني من حجارة حية الذبائح التي تقدم فيه هي ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح الترانيم اللي بتقدم بتقدم كذبيحة باسم يسوع المسيح الكلمة اللي بتقدم كوعظ وتعليم بتقدم أيضاً بالروح كذبيحة لكي ما ينمو شعب الرب في معرفه يسوع المسيح كل ما يقدم من عطاء واهتمام وخدمات تقدم باسم يسوع المسيح ولمجد يسوع المسيح الكنيسه التي تضع شخص المسيح نصب اعينها عمرها ما تضعف ولا عمرها ما تموت ولا عمرها ما تهزم ولا عمرها ايضا ما تنكسر امام أمام عدو الخير زي ما قال الرب يسوع على هذه الصخرة أبني كنيستي وقال إيه وأبواب الجحيم لن تقوى الكنيسة التي يبنيها المسيح مش اللي يبنيها الناس أنا مش بكلم على كنيسة بيبنيها الناس أنا بكلم على كنيسة بيبنيها المسيح بمعنى كنيسة من مجموعة المؤمنين الذين اختبروا نعمة الله وغيرت حياتهم وصاروا مؤمنين حقيقيين مغسولين بالدم بعمل يسوع المسيح وكل هدفهم ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص دي الكنيسة دول يمكن ما قدرناش النهارده نغطي اكثر من تشبيه للكنيسه بس مهم جدا ان احنا نعرف ان كنيسه المسيح شبهت بالجسد في علاقته بالراس وعلاقته ببعضه ببعض وايضا شبهت بالهيكل يسوع المسيح شخصه هو حجر الزاويه والمؤمنين هم الحجاره الحيه الشعب المقدس اللي بيقدم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. هنكمل مع بعض دراستنا في موضوع الكنيسة وأنا حابب أشكركم لأجل مداخلاتكم ولأجل أسئلتكم وهنكمل مع بعض هذا الموضوع المهم في الحلقات اللي جاية أشجعكم تتفرجوا على الحلقتين بيتحطوا على اليوتيوب وعلى اسلام اكسبليند أيضا دوت كوم اتفرجوا عليهم وتابعوا معانا برنامج عبر الكتاب ونلتقي في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي سلام المسيح يكون